اليوم نحكيه على جزء كبير من الشعب التونسي دخل السجن، وتقريبا معتها فما 23 ألف موجودين في السجون التونسية، مفرقين معتها بين الحبوسات من الشمال إلى الجنوب، و 40% منهم يعني قريب الشطر خرجوا من الحبس وعاودوا رجعوا له. علاش حسب رايك؟ وين نعرف عليها، ما هما يحبوا يرجعوا، العباد فدت البر، يحبوا يرجعوا للحبس. انت سديت 10 سنين في الحبس وخرجت هكا ولا ايه؟ خرجت. على شنو؟ على روح. شنو على روح؟ شنو معني؟ قتلت امراه. قتلت امراه؟ علاش قتلت؟ هي مرتي. قتلت مرتك؟ سمعت بها حكايه خايبه، اخويا ضربتها بموس وماتت. شنو؟ ضربتها بموس وماتت. كاو. هي خانتك وانت ضربتها بموس؟ سمعت بها حكايه خايبه، ضربتها اخويا. ممكن شكيت بركه، ممكن مش موجود الحكايه هذي. الله اعلم هكاك. عندك منها صغار؟ الطفل مات في كرش. انت قتلت زوز ارواح معناها؟ هذاك هو. مش نعم. ندمت؟ شوي ندمت. ندمت وسكت. كي ترقد توا تجي بين عينيك تذكرها؟ لا لا نسيت عجبني. أنا أمي توفت لي وأنا في الحبس. بيه من بعد ما خرجت من الحبس نجمت ترجع وتندمج في المجتمع؟ كيفاش؟ يعني نجمت تعيش مع العبيد عادي؟ أنا قاعد عايش مع العبيد نورمال. عايش مع الناس. كيف تسمعش الكلمة يقول لك يا قاتل الروح فين تروح؟ لا لا لا. حتى واحد لو رجعني بها الكلمة هذه، وحتى واحد لو قال لي عليها جملة. في ديننا الحنيف من يقتل نفس بشرية بغير حق، تعرف عند ربي شنو؟ في بيري. أما مش بيري المرأة تخور الرجل. إذا كان متأكد. إي أنا أخويا سمعت أما ما ريتش بعيني. واللي سمعك شكون اللي قالك اللي هو من الثقات اللي هو ثقة ووصل لك الكلام الصحيح؟ هما لا. من يكونوا منها؟ خايف هما عنده معاه مشكلة. الله أعلم هكاك. أنا نحب نسألك، من بعد السنين اللي خسرتهم من عمرك، بعد ما خسرت مرتك، من بعد ما خسرت البيبي متاعك، كيف خرجت؟ عاودت رجعت للحبس من جديد؟ لا لتوا. تجربة خايبة. الواحد جاي يجرب حصل. هذاك هو. وعايش عادي يعني ما عايش كيما الناس، عايش نورمال. لو واحد ورجعني بكلمة عيب ولا هكا فلان كان في الحبس على روح. لا انت لا تتوجع من الكلمة؟ انا انسان كي يقولها لي توجعني بطبيعة توجعني. واحد انت تبدا متعدي يقول لك يا مجرم، هذيك هي الوحدة توجع. شنو هي توجع؟ راجل بطبيعته واحد يحسها. أما أنا توا حتى واحد قال لي الكلمة هذي. لكن أخويا العزيز اللوم بعد القضاء بدعة، زاد اليقت نفس نقتل نفس بشرية هكاكة، حرام في ديننا وغير مقبول ومنبوذ في مجتمعنا. راه هذا غالب خويا سبحان الله. هل تطلب من ربي يسامحك ومن هي تسامحك وهي في قبرها تاو؟ فين ربي سبحانه ديما نطلب نقول له يا ربي سامحني اللي عملت انا الغالط. بيه نحب انا نستفيد من التجربه نتاعك في نصح الشباب ما يسمعش الكلام وما ينجرش فيسع فيسع للعنف، يعني يربس روحه قبل ما يقترف جريمه قتل ولا عنف شديد يسبب به الاذى لغيره وهو مش متاكد. مش نقول لك يا سيدي، عندي ما نحكي لك. هذاك هو اللي صار كل انا عاودته لك. انت غالط بالطبيعه. غالط ويهلك ولا تحرق.
كان جهه براني تعدى. اما ذوما يكونوا منها يمكن يكرهوني انا، يحبوا يصمتوا لي حاجات خايبه، يحبوا يتصمتوا لها. هي الله اعلم هذا كيف. انا لا ثبتت ولا نشدت ولا حتى فتحي. انا صحابك قالوا لي انت بيدك كنت خايب ياسر قبل، كنت تمشي للحديد فيسع، كنت عنيف قبل كي كنت صغير. توا كاو توا واحد كبر يزيه. انا العشرة هي اللي هتكتني جملة. شنو هي؟ العشرة سنين هي اللي حطمتني معناتها. السجن حطمك؟ ملي خرجت نمشي مع العباد ونحكي مع العباد للمرء. عاود تزوجت؟ لا. حلفت على حاجة اسمها مرأة مش ندخلها للدار. كيفاش عايش وحدك؟ عايش أنا للدار. نجمش تعيش عمرك كامل عازب؟ لا توا عندي 20 سنة هاني عازب أنا توا. ما دخلتش مرأة في حياتك؟ لا. تعيش مع مرأة في الأحرام؟ لا. قلت لك امرأة مش ندخلها للدار ولا امرأة في الحرام. لا ما عندك حتى علاقة عاطفية؟ يزي القلب مات. كرهوني في حياتي النساء. خايف انت مشكيك؟ لا مش مشكيك انا من عند الكاو. كيفاش هذيك تمشي ونجيب واحدة اخرى ما تجيش؟ مانيش كيما كل عباد الاخرى. كيما نقولوا مرته توفات اليوم غدوة يمشي عارف. هذاك ما عندوش قلب. سامحني انت هي مش توفات طبيعيا، انت قتلتها. ها؟ هلا غالب غلطة وغلطت واحد شيطان. تبكي بينك وبين روحك؟ شنو نبكي؟ نبكي انا. نبكي اما ما نوريش للعباد. تحب تقول لها سامحني؟ راني ديما نطلب السماح. سامحني وسامحني يا دنيا واخرة وربي سبحانه. سميها وقول لها سامح. انا مسامحها دنيا واخرة. مش انت مسامحها، هي تسامح. هي ان شاء الله سامحني يا اخوي. ندمت عايش بلا صغار توا؟ صغار؟ شكون عيط لك با توا؟ شكون اللي عيط لي؟ ما عيط لي حد. كان ينجم يكون عندك صغير. انت قتلته هو وامه. الله غال. شيطان الله غال. وشويه منهم ماليها زين. هما من قبل ما يحبونيش. ما تقولش ولد فلان راهو هكا وهكا وهكا وهكا. وهي ما على بالها بشيء. قتل ما ذاك شبيه. شو برقيبة تربت. نسيت ربطت. ما تتبعيوش وما تاخذوش. انت كنت في الحبس قبل؟ قبل ما نعرف بها هي جمع. قديش شديت حبس؟ 5 سنين. على شنو؟ مشكلة صارت في المطار. عنف. انت عيطولك القبس قبل؟ ها؟ يعيطولك القبس قبل؟ لا لا. ما تركحش. يعني تخلق المشكلة من الحيط. توا صاير لا من الحيط لا من الوتار. كلية شد دخل. كل قوة للضعف ترجع. كاو. مشي لبدن ومشيتك القوة اه؟ يا حسن مشيت مع الناس الأخرى. منين عايش توا؟ عايش مع دارنا. داركم يصرفوا عليك؟ كنت نخدم معناها. كنت نخدم معناها نعس. صارت مشكلة نتاع النساء اللي كانوا قبل هذو مجدد درام. صارت مشكلة داخل سماع بها اللي يخدم الكوريزي مسؤول. قال لي انت كيفاش ما هاوك البوليسية ايش بيك ما تمشيش للحاكم ولا كيف هي مشكلة نتاع النساء؟ كتبوا في الحيوت يلي بيكم وعليكم ودرا شنيه ودرا شنيه.
طردوك انت من الخدمه؟ قال لي كيف ما نضربش النساء يزي شعب. قلت له كي مش نضرب مراه نمشي للحبس تجيني انت. انت كي ترى مشكله قدامك تكتف هديك تول تالي صحيح مش نعم شعفه وتوبه يزي.